انا عايز افهم ده ستوب يا ابني بقى، هو انتوا داخلين بالجزم يا جماعه بتهزروا؟ ما حدش قال لنا ان احنا نقلعها بره. ما انت شايفه اني منظف الست كله وطافع الكوته من امبارح بالليل، يعني المفروض في نظره. ايه يا عم انا داخل عند ستي، انا داخل السينما. ما شاء الله دي معلومه صح جدا. قعد نفسك بقى لحد ما نظف الطليط. قعد نفسي ازاي؟ قعد نفسك يا عم، انت صغنن. قعد نفسك يا بيه صغنن. صغنن طب هات الكشاف، هات الفلوس الاول، هات التذاكر. خش يا بيه. انا اسف في المصطلح اللي هرميه، هو مين اللي قعدها هنا؟ نعم. اوعي تنط تاني في الكلام مهما يكون، اوعي يا عم. انت قلب العم ممكن تخليها تقف جنبي. خلاص ماشي اوكي، بس يعني شوفني يا عم. احنا ليه؟ لا لا مش فلوس. لا امال ايه؟ يعني صاحبتها، قريبتها، بنت خالتها. ايه ايه بقول لك مش معقول. امرني الاستراحه. يعني حضرتك اديتني تيبس؟ لا انا اسف ما عنديش معلومه. طب بس هقول لك، هو حضرتك دوبي بتاع دريم بارك هو بيبقى واقف على الباب وعامل كده ده؟ ايه؟ يا اسطى احرق لك النهاية؟ لا بص، البطل والبطلة هيطلعوا نفس الشخص في الآخر، وجد البطل هيطلع حفيد البطلة. ايه؟ أكشن. طلعت صفر. بس بقى مش عارف أتفرج. معلش لو سمحت، عايزين اتنين فشار بس. يلا فشار أهو، سخن سخن سخن. أنتِ كلبة تاكلي فشار، أنتِ كلي. إيه؟ اللي هيوقع حاجة في الأرض أقسم بالله خليه يجيبها ببقه. مفهوم؟ خلاص ده هجيب لك تاني، خلاص هجيب لك تاني. بص يا اسطى غريب جدا والله، غريب قوي. ما بتكلمش ما بتحركش خالص يا اسطى. جامد. بقول لك إيه، صوت الشارع عالي قوي، أنا مش عارف أسمع الفيلم. أه أنت منهم؟ لا هو الفيلم بيتشاف ما بيتسمعش، انت ركز هتفهم. يعني لو سمحت معلش انا بجد مش شايفه. والله العظيم ولا انا شايف، بس هعمل ايه؟ طب ما انا لازم انضف. يعني يا يمين يا شمال، انا بجد مش شايفه الفيلم من قرايتك. انور لحضرتك النور يا اخي. وسع بقى. هوسع يا اختي. في حاجه حضرتك؟ لا حضرتك ايه. انا زي خالد. طب من فضلك قوم من جنبي. والله يعني هقوم لو ده هيثبت لي اني بحبك. خطيب الجيل. بص هقول له. لا هقول له على فكره. الو ايوه يا محمد. ها مين معاك؟ مين معاك؟ عرفات ولا مين؟ ماشي بس انا مش سامعك من الفيلم. ماشي هو مين معاك؟ بقول لك ايه، خد كلمك، كلم بسرعه. مين مين؟ عفلع بلالين. نزل ايدك يا نجم، نزل ايدك يا نجم، احنا كبرنا على الكلام ده، احنا مش في الكيدز اريال. نزل ايدك، نزل نزل يا جماعة. تبع مين ده يا جماعة؟ يا جماعة في ايه يا عم؟ للأسف مفيش حاجة. قاعد كويس. جيل ما يعلم جيل لربنا. ماله ده؟ أنت عجلان؟ الفيلم خلص. عايزين نمشي باي. إيه؟ مفتح السينما قفل وأنا هطمن عليك. السلام عليكم.